الواد هالاند ده ايه؟ لا بجد ده ايه؟ ده محدش شكله هيشم لقب هداف البريمير ليج بعد كده لو مؤاخذه بقى ابو صلاح. الواد بيسجل من كل حته. لا وكان بيقول لك ده جاي من دوري الفلاحين ولما واجه فان دايك بيخاف منه. هو مين اللي خاف يا ريس؟ ده الواد بياكل بني ادمين، يبقى اكيد سهل عليه ياكل مدافعين عادي يعني. اهلا بيكم في اهم نتائج الدوريات الكبرى. تشيلسي بيخسر من ساوثهامبتون 2-1، ومانشستر سيتي بيدك شباك نوتنغهام فورست 6-0، وارسنال بيفوز على استون فيلا 2-1 وبيكمل انتصاراته القويه جدا. اما ليفربول فبيفوز على نيوكاسل العنيد في الدقائق الاخيره 2-1، وتوتنهام بيتعادل مع وستهام 1-1. ونروح للدوري الايطالي، الاي سي ميلان بيتعادل مع ساسولو 0-0، وانتر ميلان بيفوز على كريمونيسي 3-1. اما روما بقياده الاسبيشال 1 جوزيه مورينيو بتفوز على مونزا 3-0. اما السيده العجوز يوفنتوس بيفوز على سبيسيا كالتشو 2-0. اما عن نابولي فبتعادل مع ليتشي 1-1. ونروح سريعا على الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان بتفوز على تولوز 3-0. سجل الاهداف نيمار ومبابي واخوان برناردو، والاسطوره اليوم ميسي هو رجل المباراه، وخرج في الدقيقه 83 ونزل مكانه اشرف حكيمي. اوعى تنسى تعمل لايك، ولو لسه جديد اعمل سبسكرايب. يلا بينا. تشيلسي وساوثهامبتون، خساره مفاجاه لتشيلسي على ملعب ضمن الجوله الخامسه للدوري الانجليزي. تشيلسي كان اداؤه سيء، حتى توخيل كان تعامله مع الماتش برده كان سيء. الفريق محتاج ضروري مهاجم صريح. انت عندك نجوم في الفريق وبتخسر لان ما عندكش اللي يخلص لك قدام، بمعنى صح ما عندكش اللي يجيب لك جول. سجل هدف تشيلسي الوحيد رحيم ستيرلينج، تعتبر دي الخساره الثانيه لتشيلسي من بدايه الدوري، وتعادل في مره واحده وفاز في ماتشين. تشيلسي وقف رصيده عند 7 نقاط في المركز التاسع، ورسميا تشيلسي بيتعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب اللاعب فوفانا قادما من ليستر سيتي بما يقارب من 70 مليون جنيه استرليني زائد 5 مليون اضافات. السيتي بيرد على ليفربول بيقول له انت كسبت 9 وانا كسبت 6. اي نعم هي مش 9 زيك، بس هتيجي في الطريق. طول ما انا معايا هالاند ممكن اسجل 20 جون في الماتش عادي جدا. هالاند ده يا جماعه بجد فارق جدا مع السيتي. هالاند بيسجل رقم قياسي جديد بتسجيله 9 اهداف في اول 5 مباريات ليه في الدوري الانجليزي، وبيحرز الهاتريك الثاني ليه في ثاني مباراه على التوالي. السيتي بيسجل اكتر من 5 اهداف في مباراه واحده في الدوري الانجليزي للمره ال 32 تحت قياده بيب جوارديولا. سجل الاهداف ايرلينج هالاند بهاتريك، وجواو كانسيلو سجل هدف، والفيرز سجل هدفين. النتيجه دي رفعت رصيد السيتي ل 13 نقطه في المركز الثاني في ترتيب الجدول بعد ارسنال. اما على ليفربول فبيفوز فوز صعب جدا على نيوكاسل في الدقائق الاخيره 2-1. الصراحه ليفربول بقى فريق ضعيف جدا دفاعيا، بقى سهل تضرب ليفربول بتمريره واحده كده يجي منها جول زي ما حصل النهارده مثلا. الكسندر ايزاك صفقه نيوكاسل الجديده من تمريره واحده ضربت دفاع ليفربول جاب منها جول، ويبقى الهدف الاول لنيوكاسل. اما عن محمد صلاح اتحول من لاعب شرس جدا على المرمى بيسجل في كل ماتش جوان الى دينامو الفريق، هو اللي بيحرك الفريق وهو اللي بيخلق مساحات وكمان بيصنع لهم اهداف، بيشغل الفريق بمعنى اصح. وعلشان كده محمد صلاح ما بقاش يسجل جوان زي الاول، وقل التسجيل محمد صلاح للاهداف بين المهاجم رقم 9 زي فيرمينيو الماتش اللي فات بيسجل ويصنع، وبيسجل النهارده الهدف الاول لليفربول ومن صناعه محمد صلاح. ونيوكاسل كان بيضيع وقت بطريقه مبالغ فيها جدا، وده اللي خلى يورجن كلوب بعد الماتش بيصرح انه سعيد جدا انه سجل هدف في اخر لحظه بعد كل الوقت اللي ضيعوه نيوكاسل، وان الفوز ده هو الرد المثالي عليهم. ليفربول بيوصل للمركز الخامس برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخساره واحده. ونروح لارسنال اول الدوري الانجليزي. ارسنال بيواصل بدايته المثاليه في الدوري للموسم ده، وبيفوز على ضيفه استون فيلا 2-1. الحقيقه ان اللي اتغير في ارسنال عن كل المواسم اللي فاتت دي كلها هي الروح. روح الفريق فرقت جدا في الانتصارات، وانك تكسب ماتش ورا ماتش ده بيديك دفعه معنويه كبيره جدا رغم انك ما عندكش نص ملعب. كل نص الملعب عندك مصابين ومن ضمنهم محمد النني. الف سلام عليك يا عم محمد. فريق ارسنال بيهاجم كويس جدا وبيدافع كويس جدا وعنده اتزان الى حد ما في نص الملعب، زائد ان هو بيلعب كوره جميله، وجيسوس اللي فارق جدا مع الفريق، تحس ان الواد ده بركه وفلوسه حلال، وهو اللي سجل الهدف الاول لارسنال. وتعادل لاستون فيلا دوجلاس لويز، ومارتينيلي بيجيب هدف التقدم لارسنال، ويبقى النتيجه 2-1. ارسنال بترفع رصيدها ل 15 نقطه وبتحقق العلامه الكامله حتى الان، وبيواصل تربعه على صداره الدوري الانجليزي. ارسنال اللي بتحلم انها تستعيد لقب الدوري للمره الاولى منذ عام 2003 و2004. في المقابل توقف رصيد استون فيلا عند 3 نقاط، ودي تعتبر الخساره الرابعه لاستون فيلا في الموسم ده. ستيفن جيرارد شكله اخرته قربت، لان دي الهزيمه الثالثه على التوالي في الدوري. يعتبر جيسوس بيشارك بشكل رئيسي في 6 اهداف في اول 5 مباريات ليه في الدوري الانجليزي. اما عن توتنهام فبتخسر نقطتين غاليين جدا في صراع المنافسه على صداره الدوري الانجليزي، وبيتعادل مع وستهام 1-1. توتنهام اتقدم بالهدف الاول عن طريق هدف عكسي سجله في نفسه مدافع وستهام، وبعد كده بيتعادل وستهام. ما زال سون خارج الفورمه تماما من اول الدوري. توتنهام بيرفع رصيده ل 11 نقطه في المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي، ووستهام بترفع رصيدها ايضا لاربع نقاط في المركز ال 14. احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا، اكتبوا لي توقعاتكم للجوله الجايه من الدوري الانجليزي. سلام.